اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من بات لايف تاتيكم من قناه الشرقيه. اكيد احنا جاهزين لاستقبال مشاركاتكم، مشاركات اللي شاركونا باكبر عدد من المسجات من البارحه لليوم اكيد، وان شاء الله اتمنى لهم حظ موفق ويربحون ويانا رصيد عالي اكيد. نستقبل اول مشتركه في حلقه اليوم. الو الو، شلونك ميسا؟ مرحبتي، انا رمضان كريم. كريم ايش ان شاء الله اجمعين؟ اجمعين ان شاء الله. ميسان مبينه مرتبكه عليك من البدايه. ميسم سوري الاسم اخذته غلط. ميسم مبين عليك مرتبكه من البدايه، اريدك تكونين اقوى. والله يعني يلا قولي لي بالمحيط يعني خسرت 3 مرات، ويعني هالمره اصير عندي جلطه اذا اخسر. ثلاث مرات خلال هذا الموسم ولا مشاركتنا بالمواسم السابقه؟ لا هذا الموسم، انا يعني مرتين وزوجي مره. اوه يلا. هاي رابع مره. وكل المرات وياي لو شاركت ويا لينا؟ بس انا العام فزت وياك انت. حلو، وهالمره هالموسم شاركتي وياي لو ويا لينا؟ لثلاث مرات. ال لا ويا لينا. ويا لينا يلا، ان شاء الله اليوم يكون حظك حلو ويانا يا ميسم. ان شاء الله حلو علي العام، انا فزت وياك يعني حضرتك. ان شاء الله اكيد ماكو فرق بيني وبين لينا، اذا وياي او وياها هو البرنامج واحد، ان شاء الله تربحين. ان شاء الله. ونشوف وياك المثل اول شيء على الشاشه. المثل يقول اوكي ان شاء الله سهل. يحضر الرصيد قبل الموبايل. تعرفين الاجابه؟ يعني تلميح شويه، يعني هو اكيد مو موبايل ولا تكنولوجيا، يعني هو فتشي للحصان، يحضر اكل الحصان. الحصان ايش ياكل؟ وين؟ عن طبعا هذا المثل دائما يقوله والدي وتماما راح من وراح من بالي. زين، يحضر فتشي قبل الحصان، اكل الحصان او الحيوانات يعني شو اسمه؟ ما اعرف شنو. بالعين يبدي، بالعين. العلف. علف، عافية عليك، اذا قولي لي المثل كامل طلع لنا على الشاشة. يحضر العلف قبل الحصان. يحضر المعلف قبل الحصان. انا عبالي العلف، يعني انا يمي انا غلطانة بس مو مشكلة. يلا. يلا عدت الحمد لله. يلا. هذا المحبس وراح نبيت الستارة. وين نبيت؟ وين نبيت؟ يلا. تطلع لنا الستارة. بيت المحبس وبات، المحبس صار جاهز. يلا يا ميسم، عندك عظمات ايدي اليمين واليسار واكيد عظمات الكمبيوتر. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدي بايديك اليمنى نطقها. ايدي اليمين تلعبين وخش تلعبين. يا الله. هسه نطق. عندك عظمات الكمبيوتر الستة. نطق رقم 2. يلا نطق الاثنين. عظمة رقم 2. والاثنين شوفها. فارق لاعبين وخش لاعبين. وسائل المساعدة لا تنسيها. والتشجيع اللي يمك حلو. اوكي، انا دا ارجف طبعا. لا ترجفين. اخاف ما اخسى. بتلعبين حلو الحمد لله، انت اول مشتركة وان شاء الله تكونين رابحة. وقت عندك ايد اليسار وعظمات الكمبيوتر 5. انطق عظمة رقم 5. يلا انطق الخمسة. 5 من الكمبيوتر. يا الله. راحت، تلعبين وخوش تلعبين. اوكي، هسا ناخذ وسيلة مساعدة. يلا ناخذ وسيلة مساعدة، الرصيد يصير 400، ووسيلة المساعدة ممكن تكون ايدي ممكن تكون واحدة من عظمات الكمبيوتر حسب وين متبيت المحبس. والواحد هي وسيلة المساعدة. اوكي. يلا بقت ايدي لا تنسيها، والوسائل المساعدة. يعني اشك انه ايدك فارغة بس اخاف يعني ما اعرف. عندك وسائل مساعدة ممكن تساعدك، ايش قد تقريبا تريدين تلعبين على ايش قد الرصيد اللي ببالك؟ والله الصراحة قاعد اعوض خسارة يعني. يلا ان شاء الله. يعني 400 يعني قلت. يلا ان شاء الله.
اذا اكو احد يمك عنده اسمع اصوات يمك ممكن احد يساعدك. اي يعني زوجي ذيك الحلقه خسرني فقال بعد ما دخل بي. ابني يقول لي ابيها ما بيها. زين يعني اصفق؟ اوكي صفقي. يلا. وعفي على ابنك ايدي فارغه وما بيها عشتيدك فهد. يلا اذا نريد مشاركه من فهد بعد اكثر. بعد عندنا ثلاث عظمات الكمبيوتر اخر وسيله مساعده ممكن نستخدمها تصير الرصيد 300 نلعب عليها. ها ناخذ وسيله مساعده. ناخذ وسيله مساعده يلا الرصيد مثل ما قلتي يصير 300 والمساعده اكيد هي واحده من عظمات الكمبيوتر لان بس هو المتبقينا واكيد المحبس متبيت بالكمبيوتر بس فيها عظمه اكيد انت ان شاء الله راح تطلعي للمحبس. والمساعده هي عظمه رقم 3. يعني بعد لنا الأربعة والستة يا ميسم. جيب الباك أنا دائما أحب رقم 4. يلا نجيب من الأربعة. ما أختار 4 ما أعرف. نجيب من الأربعة هو يعني. يقول لي 6 ليش 6 يعني خلاني 4 حتى. إذن يعني. ما أعرف حتى. نجيب من الأربعة للستة يا ميسم. قرار صعب يعني لانه امشي ورا حد يقول الأربعة لورا اذني جيب الباك جيبه تقول أربعة نجيب من الأربعة خلينا نتوكل ونجيب من الأربعة اوكي نجيب من الأربعة يلا نجيب من الأربعة نشوف الأربعة وان شاء الله يكون بها المحبس. عافية عليك مبروك عليك المحبس. اريد هوسه 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 مع الشرقيه الله عليك. احلى ويانا ما عندنا لما نطلع من لندن ما عندنا الهوسه اللي ويا لينا بس ويا لينا. بس اذا 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 تابعتي حلقه باكر ان شاء الله يطلعوا لكم هوسه منك. انا اكيد شاكره اتصالك يا ميسم والف مبروك واخيرا هسه انا قدرت تربحين ويانا وان شاء الله اكيد دائما متواصله ببرامج الشرقيه كل سنة. ونستقبل مرتضى. مرحبا يا مرتضى. أمنية. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم مرتضى. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أجمعين. منين مشاركتك مرتضى؟ من واسط. واسط. يا أهلا وسهلا بك وبكل أهالي واسط. شلونك ويا المحبس جاهز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نشوف أول شيء وياك المثل. و إن شاء الله سهل. المثل يقول اسأل مريض ولا تسأل طبيب. نجرب ولا أسأل حكيم. عشي عليك إجابة. يعني المثل هو سهل وشائع والإجابة صحيحة والرصيد 500 على الشاشة. راح يطلع لنا تطلع لنا الستارة وهذا المحبس. وتبين بس ونقول بس ايدي صار جاهز بها المحبس اذا بيدي او الكمبيوتر بيتنا المحبس في مكان عندك اكيد وسائل مساعده 500 دولار ممكن تستخدم ويا كل وسيله 100 دولار اول عظمه انطقها والله الصراحه يعني انت تخوفين اليوم ما اعرف ليش اليوم يعني ايش معنى اليوم اخوف ذيك الساعة المتصلة ما كان مبيت بايدي المحبس يعني ما اخوف. بايدك المحبس. شلون؟ اعتقد يعني بايدك المحبس. ماذا افتهم؟ اطق اطق او تعتقد انه بايدي المحبس؟ عندك الكمبيوتر وعندك ايدي نطق اول عظمة. هسه نشوف الكمبيوتر. شوف الكمبيوتر يلا نشوف الكمبيوتر. هذه ست عظمات الكمبيوتر. شو نطق أول عظمة؟ نطق رقم 4. الأربعة نطقها يلا. تلعب تلعب خوش تلعب. عظمة أخرى أو وسيلة مساعدة؟ نرجع على رقم 6 نطقها. يلا. مبين انت ما خايف من الكمبيوتر الله يستر يا مرتضى لا تستعجل بطق العظمات انه راسا شاك بايدي يعني شويه شويه فكر بيها وانطق السته هسه وان شاء الله ما بها المحبس.
إن شاء الله. تلعب ماكو المحبس. ستة سلامات. هسه الزوم على يدين الزحمة. إيدي نشوفها من قريب. هذه إيدي. أم المحبس طقينها. اللي لابسة بيها محبس؟ إيه. أنت كنت خايف من إيدي؟ ما اللعب يحكم غير. شلون؟ اللعب يحكم؟ واللعب يحكم. طيب بس عندك وسائل مساعدة إذا خايف من إيدي مرتضى. ناخذ وسيلة مساعدة. ناخذ وسيلة مساعدة؟ اي ناخذ وسيلة يلا مساعدة. اللعب حلو، ناخذ وسيلة مساعدة، رصيد صار 400، وسيلة المساعدة يجوز إيدي اللي أنت رتبتوكها ويجوز الكمبيوتر. أي وحدة هي وسيلة المساعدة؟ الاثنين. الاثنين راحت يا مرتضى. واحد ثلاثة خمسة. إيدي اليسار. أرجع أسألك أقول لك نفس السؤال، أنت كنت شاك إنه المحبس بإيدي، ليش رجعت على إيدي؟ صراحة جاي تخوفني. جاي أخوف؟ أنا ما قصدي أخوفك، بس إنه هو مثل ما قلت لك على اليمين لازم أقول لك على اليسار، ماكو فرق. تحب تأخذ بعد وسيلة مساعدة تطمن أو تريد أنت تلعب؟ انطق رقم واحد. متأكد؟ متأكد. يلا انطق الواحد. تلعب خوش تلعب يا مرتضى. ثلاثة خمسة وإيدناتي وسائل مساعدة لا تنساهم، لأنه وصلنا يعني بعد عظمتين ونوصل لآخر عظمتين. زين طق الرقم ستة. راح تصفق الكمبيوتر كله مرتضى. والستة اوريدي مفتوح اصلا يعني. الثلاثة والخمسة عندك وايد اليمين واليسار. ايه. ها مرتضى. ناخذ وسيلة مساعدة. ناخذ وسيلة مساعدة، يلا الرصيد يصير. ايد اليسار اللي قبل شوية كانت رايد تطقها هي فارغة وهي وسيلة مساعدة يا مرتضى. بقى عندك ايد اليمين، أول وحدة رايد تطقها، آخر وسيلة مساعدة ممكن تساعدك إنه تطق عظمة ونلعب على النهائي، بس يصير الرصيد 200 يمكن شوية قليل، فتحب تلعب على رصيد قليل أو تحب تلعب على 300 وأنت تطق عظمة؟ شو تقول؟ ثلاثة والخمسة باقي لك. هسه نطق الخمسة نتوكل علي ايدك اليمين، تعطينا المحبس من ايدك اليمين. اعطيك بعد عندك كلب عظمات، مستعجل تريد منها هسه تاخذ المحبس؟ ها مرتضى. تقدر تلعب شوي شوي. اطق الثلاثة. طق رقم ثلاثة. يلا نطق الثلاثة. ما متأكد ما يقال لك الخمسة قبل شوي ريت تطق الخمسة، بس نطق الثلاثة؟ طق الثلاثة اي. مو ايدي؟ ويبقى المحبس بالكمبيوتر ممكن؟ طق ايدي سيارة طق ايدي. مرتضى تغير رأيك كلش بسرعة. طقينا ايدي. عندك ايدي وثلاثة والخمسة يا مرتضى، فكر زين، فكر زين، لا تخلي قرارك اني اغيره، يعني انت المفروض ببالك شيء، انا مجرد انه دا اخوفك او دا أأكد الموضوع. ف براحتك اللي راح تقول عليه راح اطقه. ما اريد اني اغلطك وبعدين تقول خسرتني ورد. اي عظمة تريد تطق؟ طق الخمسة. طق الخمسة يلا بعد ما اناقش الموضوع ونطق الخمسة ونشوف ممكن يكون بها المحبس ممكن لا. الخمسة فارغة. تلعب وخوش تلعب. يلا جيب المحبس. لو من الثلاثة. روحي من الثلاثة. هاي الثلاثة. نجيب المحبس من الثلاثة. نجيب المحبس من الثلاثة مرتضى. شوف شوف ايش قد شوف شلون نقولها برأيك. من البداية اللي عد الآن. أول شيء بإيدي. هسه صار بالكمبيوتر. منين نجيب مرتضى؟
مرتضى؟ لا، انقطع الاتصال يا مرتضى. طيب قطع، للأسف انقطع الاتصال آخر عظمتين، بس راح نرجع نتصل بمرتضى، وإذا أكيد تبقى مسدودة إلى أن يرجع لنا مرتضى. أذكركم بطريقة المشاركة بالبرنامج، هي من خلال إرسال رسالة لأرقام الهواتف اللي لكم على الشاشة، بس تكتبون كلمة موبايل رجع لنا مرتضى، خلي نكمل وياه قبل ما ينقطع مرة أخرى. مرتضى عيني. يلا الاتصال مو زين، فيعني اخذ راسا المحبس، منين نجيبه؟ من ايدي لو من الكلافه؟ ناخذه من الكلافه. متاكد؟ رصيدك كنشوفه على 300 دولار مرتضى. ناخذ المحبس مني اذا شفت. يلا يلا يا مرتضى، قرر وجيب المحبس واعطيك اياه. من راح افتح لك ايدي راسا، جيبه بس يا ريت لا تاخذ القرار الصائب. يلا اطلع حمل الشاشة، شو خلصينا القرار الصائب مرتضى، القرار الصائب. ها؟ القرار الصائب، القرار الصائب، جيبه حتى افتح لك ايدي. ناخذ الشاشة. لا اخر اخر مرة، اخر مرة ان شاء الله. يلا بس ما كنت منا تقدر تحصله. يلا مو مشكلة، على العادة أنا راح أساعدك، ويعني إن شاء الله تقدر تربح ويانا. راح نشوف أول شيء وياك مثل على الشاشة. موالي. يلا نشوف المثل. يلا نسمع أشوف المثل. يلا المثل يقول مياه المجاري عادت، والمثل كل السهل. شنو؟ مياه المجاري عادت، المثل مخربط بس عدل لي إياه. مياه المجاري؟ لا، مياه المجاريها عادت، المثل مخربط، اكو الكلمات بالمقلوبه محطوطه، فبس عدل لي الكلمات. مياه المجاري هي مو مياه المجاري. شوف اقرب لك المثل. ما بدك لازم حل يعني. طيب اقرب لك المثل واقول لك على شنو ينطبق المثل. اذا مثلا اثنين متزاعلين ورجعوا وتصالحوا، وش يقولون؟ عادت والمثل يعني هو مياه المجاري عادت بس مخربط، فعدل لي حتى ينطبق على المعنى. عادت المياه يعني ماذا اسمع؟ لا ماذا اسمع؟ مثل ماذا اسمع منك؟ ما اعرف يعني شوي، انه ما تشوف تلفزيون الاتصال صعب. راح اعيد لك اياه اخر مره يا علي. المثل يقول مياه المجاريها عادت، هذا المثل مخربط بس اريدك تعدل لي. المياه لا، يبدي المثل بعادت، عادت المياه، بس كمل لي. عادت المياه؟ اي عادت المياه لوين؟ ايه المجاري بالضبط. عافي عليك علي. يلا واخيرا اجابه صحيحه، والرصيد 500 دولار. يلا يا علي، شويه صعب الاتصال هيك، انه ماكو تلفزيون وماكو. اي والله مو يعني مو بال تلفزيون. يلا يعني للاسف، بس راح نحاول نستمر، وهذا المحبس اللي راح نبيته تطلع لنا الستاره. يلا تبين المحبس يا علي، اكيد انت ما تشوف، بس لازم تحذر. اكيد عندك عظمات ايدي اليمين واليسار، وعندك 6 عظمات الكمبيوتر منقومه من الواحد للسته، انطق اول عظمه. انقطع الاتصال. علي للاسف هو كان مبين الاتصال مو واضح. و يلا افتح ايدي لو طيب على نفس التبيتة ناخذ اتصال ثاني. فارس. فارس مرحبا يا فارس. فارس الو. الو مرحبا، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون صحة فارس؟ رمضان كريم عليك، يا مرحبا. اهلا وسهلا فارس. مرحبا فارس، انت حظك بالحياة شلونه؟ والله الحمد لله يعني
ماشي الحمد لله ماشي. أريدك تنصلي التلفزيون لأنه راح أبشرك ببشارة. إيه يلا نصل التلفزيون. إيه نصل التلفزيون. يا فارس أنت المرحلة الأولى راح تعبرها بدون مثل، يعني راح ندخل رأساً على تبييت المحبس بما أنه المحبس متبيت أوريدي من اشتراك علي، فرأساً راح تطلع لك عظمات الكمبيوتر وعظمات إيدي أوريدي متبيت بها المحبس، ممكن يكون بها المحبس وممكن يكون بالكمبيوتر. نشوف عظمات الكمبيوتر ويلا يا فارس رأساً طق لنا أول عظمة. نختار عظمة الاثنين. الاثنين انطق اول عظمه الاثنين نبلش بيها. نعم يلا نشوف الاثنين. والاثنين فارغه تلعب وخوش تلعب، بدايه حلوه. عظمه اخرى يا الله. خمسه نقول ان شاء الله. خمسه انطق الخمسه. والخمسة تلعب وخوش تلعب. عظمة أخرى وسيلة مساعدة فارس. هسه نختار وسيلة مساعدة. حلو وسيلة المساعدة الرصيد يصير 400 ووسيلة المساعدة هي إيدي اليمين. راحت ايدي اليمين، وقد عندك ايدي اليسار ممكن يكون بها المحبس وباقي عظمات الكمبيوتر وعندك بعد وسائل مساعدة إذا تحب. واحد ثلاثة أربعة وستة هاي العظمات اللي بقيت لك. شنطق. نقول انطق عظمة رقم واحد ان شاء الله. واحد يلا بس قولي توين شاكل المحبس بايدي لو بالكمبيوتر؟ والله هي بعدنا بس احنا ما شاكين بعد يعني. يلا ماشي الحال ما دام مشاك معناتها ان شاء الله تاخذ المحبس. الواحد تلعب حلو تلعب وخوش تلعب. ايدي وسائل المساعده وباقي عظمات الكمبيوتر الثلاثه والاربعه والسته. اي عظمة؟ وسيلة مساعدة نختار. وسيلة مساعدة قرار صائب. وسيلة المساعدة الرصيد نشوفها على الشاشة. ووسيلة المساعدة هي عظمة رقم ثلاثة. بقى عندك الأربعة والستة وإيدي والرصيد شقد 300؟ شوفوا على الشاشة. رصيد 300 دولار. الرصيد 300 دولار، شو تقول؟ بقت إيدي وبقت الأربعة والستة. ناخذ بعد وسيلة مساعدة لو يصير الرصيد قليل؟ ناخذ وسيلة مساعدة؟ ناخذ بعد وسيلة مساعدة؟ ناخذ نلعب على 200 بس التلفزيون على فرجاء نصيلي اياه. وناخذ وسيلة مساعدة والرصيد. نصيلي التلفزيون؟ اي نصيلي التلفزيون رجاء. ووسيلة المساعدة هي الأربعة. بقت إيدي والستة يا جيب البات جيبه. نجيب البات من؟ نجيب البات ايدي لو ستة فارس يعني ساعديني شوية ساعديني يعني بدك تقول انت بيشاك حتى اقدر اساعدك يعني ما راح اقول لك محبس بفلان عظمة ايدي لو والله راوينا ايدي شوية على الكاميرا شوية يلا نسوي زوم على ايدي هاي ايدي احنا هسه ناخذه من الستة تاخذه من الستة يلا ايه. لانه اذا تطول وياي الا ان تعطيني اجابه ما راح اناقشك لانه راح نبقى الباس الصباح فراح افتح لك السته راسا وافتح لك ايدي همين راسا واقول لك ايدي فارغه
وربحت الرصيد 200 اللي ربحته ويانا يعني يا فارس الف مبروك. الو الو وياك الف مبروك فارس ربحت 200 دولار. شكرا جزيلا لمشاركتك. لعبك كان كلش حلو، كنت واثق في العظمات اللي في المساعده قدرت تاخذ المحبس، الف مبروك. الو الو امار رمضان كريم. هلا مرحبا، شلون صحه؟ عامين عليكم السلام ان شاء الله. الله يسلمك بخير الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله زينه ما دام انت واكيد وباقي المشتركين والمشاهدين زينين. شلونك بالمحابس امال؟ سلمي عمري. شلونك بالمحابس؟ والله زينه يعني. زينه الحمد لله. بحلقه اليوم انا متفاجئ انه عندنا هوايه بنات تشاركونا، يعني عادة بالحلقات الكل ولد، بس حلو هيك انه الحلقة تكون مختلط ولد وبنات، لان اكيد الكل يحبون يلعبون محابس مو بس الولد. يلا يا امال، المثل على الشاشة يقول هم سطح وهم يدبج على النزل. لا المخرج اعطيني اجابة خاطئة. عفية عليك، إجابة أمال هي الصحيحة، والإجابة الصحيحة رصيد 500 على الشاشة. يلا هذا المحبس بالستارة تطلع لنا. يلا المحبس بيت، طلع لنا قبل الستارة. والمحبس بيت يا أمال، أما بإيدي اليمين أو اليسار أو عظمات الكمبيوتر. أول عظمة انطق. رقم 3. طق الكلاسة يلا. تلعبين مش تلعبين؟ بداية حلوة. 1 2 4 5 6 وإيد اليمين واليسار. رصيد 500. عظمة أو مساعدة؟ رقم 5. 5 انطق. نفتحي رقم 5. يلا انطق الخمسة. حلو، أرقام فردية إذا طقيها والخمسة فارغة. حلو. وسيلة مساعدة أمل أو بعد وقت؟ لا لا بعد. بعد يلا، إذا أي عظمة انطق؟ أشوف إيدك. يلا هاي إيدي. هاي اليمين واليسار على الشاشة مبينين. طق أول عظمة. طق منهم أول عظمة. طق رقم 1. نرجع الكمبيوتر يلا. طق رقم 1. طق الواحد. تلعب وخش تلعب. حلو، الواحد فارغ وأتصور وقت المساعدة صار أمل وبعد تريدين تنتظرين. بس اتصور هسه وقتها صار. لا بعد بعد. بعد يلا انت اكيد تعرفين بلعبك اكثر. اطق ايدك اليسار. اطق ايدي اليسار هذه. اليسار. اطقها. مرتي وسائل مساعدة امال. تاخذين وسيلة مساعدة او اطق ايدي؟ متأكدة؟ لا ما متأكدة. ما متأكدة، ليش غيرتي رأيك؟ ما أعرف، خفت يعني. إذا ناخذ وسيلة مساعدة. ناخذ وسيلة مساعدة. ناخذ وسيلة مساعدة، الرصيد يصير 400 وسيلة المساعدة، ممكن تكون هي نفسها إيدي اللي ريت تطقيها، إيدي اليسار. ممكن تكون إيدي اليمين، وممكن أكيد يكون الكمبيوتر. والكمبيوتر يريد يفتح الكمبيوتر والاثنين. الاثنين راحت الاثنين، بقى عندك الأربعة والستة، إيدي اليمين واليسار، تريدين ترجعين على اليسار طقيها، لو تريدين تاخذين وسيلة مساعدة، لو تختارين غير عظمة. أعطيها إيدك اليسار. اليسار، ليش مو اليمين؟ اليسار، لا اليسار. خفت تندمين؟ ما تتندمين؟ ما اعرف على مساعدتك انت يعني. هالمرحلة صعبة شوي المساعدة، بيها بعد وقت على المساعدة. عندك الكمبيوتر يساعدك.
بقية رقم 6 وبقى عندك 4 و6 4 و6 واليمين واليسار ننطق الأربعة ننطق الأربعة. ما تريدين مساعدة آمال؟ مساعدة الكمبيوتر؟ لا لا انطق الأربعة متأكدة وتلعبين وخوش تلعبين. يعني ليش من أسئلة إذا متأكدة أو لا على الكمبيوتر ما يهمك الموضوع وتستمرين تطقيها، بس مثلا من أسئلة متأكدة على إيدي تغيرين رأيك رأسا. ماكو سبب معين. زين رصيد، رصيد 400 نقدر ناخذ به وسيلة مساعدة واحدة. نقدر ناخذ اخر وسيله مساعده نلعب عليك 300. اخذي وسيله مساعده امال لك 300 هم حلوه. وسيله مساعده نوصل على النهائي. يلا اعطيني وسيله مساعده. يعني انا اعتقد انه هذا اكثر قرار صائب انه ناخذ وسيله مساعده بهالمرحله. والمساعده آمال الست الست راحت اللي ردي طقيها يعني كنت رايدة تروح واحدة من يديناتي، بس هو أكيد المحبس بإيدي موجود وأنت عندك حق أنه تخافين من إيدي، بس كنت حابة لو وسيلة المساعدة تطق لك واحدة من يديناتي حتى يصير الوضع أسهل. بس بما أنه بقت اليمين واليسار ما أعرف عنك أنت تلعبين وخوش تلعبين صدقيني وقراراتك صائبة، فنجيبه من اللي راح تقولين عليه راح اجيبه منين يمين او يسار؟ ام المحبس اليمين. اللي لابسه بيها ما تعتقدين انه تصير هوايه ثقيله؟ ترى هذا المحبس اللي لابسته كلش ثقيل، انه تصير ثقيله ايدي اذا احط بيها محبس تنزل. والله ما اعرف كيف تجيب. ابى اوعلك بايدي اشوف وين مبيت المحبس. وين مبيت المحبس؟ ها امال اجيبه من؟ جيب الباد جيبه. زين منو ده يتابع الحلقه يا امي؟ ارجع ايدي اقعد من اليسرى وبعد. اوكي راح اجيبها من اليسرى، بس قبل ما اجيبها من اليسرى منو ده يتابع الحلقه وياك امال؟ والله ما حد وحدك؟ ليش؟ واحدة ايش عاد خلي اجيب لك اياها راسا من اليسار اقول لك تلعبين وخوش تلعبين المحبس اليسار بين فارغ الله يعافيك. مبروك ليش لك 300 يا امال، لعبك كلش حلو كان وقدرت تجيبين المحبس، الف مبروك وان شاء الله دائما شاركينا لانه نحتاج هيك بنات يلعبون حلو بحبس حتى يقدرون ياخذون الرصيد. اخ اوه همين بنيه حلو وفاء اخر متصله بحلقه اليوم، مرحبا وفاء. هلا بيك يا شريفتي. زين الحمد لله وفاء، رمضان كريم علينا وعليكم يا ربي اجمعين ان شاء الله. وفاء جاهزه تشاركينا بالمحابس؟ ان شاء الله. يلا نشوف وياك المثل وحتى ننتقل من المرحله الاولى للثانيه. المثل يقول صيط الدبل ولا صيط الفلاس؟ صيط الخير ولا صيط البقر؟ هو صح بس الخير صيط ال شنو اللي عنده فلوس؟ صيط الغنى ولا صيط البقر؟ عفي عليك، هسه الإجابة صحيحة والرصيد 500. صيط الغنى ولا صيط البقر؟ عفي عليك، إجابة صحيحة وهذا الرصيد يا ريت لو هذا الرصيد بيدي، هذا المحبس. الرصيد على الشاشة. يلا هذا المحبس وتطلع من الستارة. ومبيت المحبس. بيت المحبس. جاهز المحبس. ايدي او الكمبيوتر انت اكيد راح تطلعين المحبس. انطق اول عظمة. ان شاء الله. كمبيوتر من الواحد للستة وإيدي رقم رقم نفتح رقم اثنين. الاثنين نبلش برقم زوجين طق الاثنين.
تلعب والاثنين فارغه تلعبين وخوش تلعبين. عظمه اخرى سررهم على ايدي تحسين ايدك مو هي بس الثانيه فارغه قصدك انهم مبيته بيها محبس لو قصدك انهم لابسه بيها محبس ملابسة بيها محبس هذه قصدك اللي ملابسة بيها هذه اطقها عافية عليك لابين وخوش لابين يلا بقت اللي لابسة بيها محبس ممكن يكون بيها المحبس ممكن يكون بالكمبيوتر اي عظم انطق نفتح هاي عظم رقم الثلاثة يلا تلعب وخوش لعبين حلو لعبة شكو حد يتابع الحلقة وياك ايه زوجي جاي يتابع هو جاي يساعدني طبعا تحياتنا اكيد لو اذا هو دا يساعدك فاكيد يعني المساعدة زينة ودا تلعبون حلو اثنيناتكم طق عظمة اخرى وناخذ وسيلة مساعدة صار وقت المساعدة يلا يعني لازم تطلعون المحبس بدون مساعدة بهالحالة نفتح عظمة رقم خمسة يلا نطق الخمسة والخمسة فارغة تلعبين وخوش تلعبين أو بالأحلى تلعبون وخوش تلعبون يعني يحتاج أذكرك بالمساعدة أو أنتم ما تريدون تاخذون مساعدة استخدم وسيلة مساعدة ناخذ وسيلة مساعدة حلو رصيدي يصير 400 هذه أول وسيلة مساعدة والمساعدة كلش حلوة بس قبل المساعدة تشاهد بيدي أو لا؟ نعم أنت شاكة بإيدي أو لا؟ إيدي ما شاكة بيها ما شاكة بيها إذن تسوين لأن هي ما بيها وسيلة المساعدة هي إيدي راحت المحبس متبيت يلا المحبس متبيت بالكمبيوتر 1 4 أو 6 عدك اخر وسيله مساعده لعبتك كلش حلو وصلنا لاخر 3 عظمايات وسيله المساعده راح توصل للنهائي تاخذيها او لا رصيد 400 افتح عظمة رقم 1 ما ناخذ وسيله مساعده بعد واذا ما اخذتيها هسه ما تقدرين تاخذيها بعد يعني تلعبين على 400 يعني هاي استخدم وسيلة يعني صرا غير العظمة يعني بما تخدمي وسيلة هالشيء ما افتهمت شنو قصدك يعني وسيلة انا شاكة بين 4 أو 6 يعني صديق شاكة بين 4 أو 6 زين وسيلة مساعدة ممكن تاخذيها هسه ممكن تفتح لك يعني وحدة من العظمات ما ندري 1 4 أو 6 ممكن تكون اي وحدة منهم يصير رصيدك 300 دولار اللي تلعبين عليه على النهائي ف تقدرين ما تاخذين وسيلة مساعدة وانتي تطقين وتلعبين على 400 ناخذ وسيلة مساعدة يلا حلو نضمن الوصول للنهائي بحيث انه ممكن فرصتك بالربح اكيد تكون اكبر الرصيد يصير 300 دولار ووسيلة المساعدة 1 4 أو 6 يعني انتي ما شاكة بالواحد انت شاكة لو بالأربعة لو بالستة وسيلة المساعدة هي الستة اللي انت شاكة بيها خففت لك عليها يعني انت الواحد ما شاكة بيه فتريدين تجيبي من الأربعة لو تريدين تعيدين النظر على الواحد ممكن يكون بيه الأربعة والواحد عشان اقول المحبس بالواحد ها نجيبه من الواحد انت مع العلم ما كنتي شاكة بالواحد ريتي تصدقي الواحد جيبه اي انا ما ادري يعني اقول المحبس من عظمة رقم 1 يلا ان شاء الله المحبس من عظمة رقم 1 والكاميرا على كم على عظمة رقم 1 نفتحها وان شاء الله تربحين لك 300 دولار عافية عليك تستاهلين صفقة لعبك حلوة اكيد لعب زوجك لانه ساعدك كلش حلو اليوم المشاركين كلهم ربحوا
ألف مبروك. أهلا وسهلا. شكرا. لا أكيد كان لعبك بصراحة ما ساعدت، كان لعبك كلش حلو وكنتي واثقة من العظمات. ألف ألف مبروك، وألف مبروك لكل اللي شاركونا بحلقة اليوم لأنه كلهم كانوا يلعبون حلو، وإن شاء الله يعني بالأيام الجاية همينا كل اللي شاركونا يكونون هيك لواعد مال المحابس. أكيد لينا تلتقيكم باكر بحلقة جديدة من المحابس، وإن شاء الله أيضا كلكم تروحون. إلى اللقاء.